إذا كانت مدرسة الأهلي الإدارية عندها هذه الرؤية الثاقبة اللي الكل بيجمع عليها دلوقتي، فمدرسة الأهلي الفنية أيضا تستحق التقدير هذا الموسم، لأنه مدرسة الأهلي الفنية اللي بتطلع هؤلاء المدربين الشبان الواعدين وبرضه المدربين الكبار السنة دي يترفع لهم القبعة. لو بصينا على جدول ترتيب الدوري السنة دي هنشوف حجم النجاح الأهلاوي الكبير. كابتن عماد النحاس ياخد المقاولين من السنة اللي فاتت، يعمل بيه السنة دي مستويات عالية جدا، تقريبا المستوى الرابع حاليا، تأكد احتلال المقاولين للمركز الرابع، تأكدت عودته لبطولة أفريقيا بعد غياب 15-16 سنة لذئاب الجبل عن الأدغال الأفريقية، ويصعد في كأس مصر أيضا للأدوار المتقدمة. يعني عنده فرصة ما زالت في كأس مصر. مؤكد إن مش بس نتائج كابتن عماد النحاس، عروضه وفي الماتشات الحاسمة بيعمل إيه؟ يعني لا هو يعني عبر عن نفسه واكتسب الجدارة مؤكد. ولو شفت بقى كمان الكابتن علي ماهر لما راح المصري تباعا. بالمناسبة بنبارك للكابتن محمد يوسف توليه مهمة المدير الفني لنادي البنك الأهلي بطموحاته الجديدة، ومعاه الكابتن عادل مصطفى كمدرب عام وكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، في تشكيل أهلاوي يشي ويؤكد ويبرهن على تميز مدرسة الأهلي الفنية، لأنه مش بس عماد النحاس، المهندس عادل قال علي ماهر أخذ المصري وهو متأزم والناس خايفة أن المصري هيهبط، الآن المصري ده يكاد يكون مخسرش تقدم يعني 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 وحقق نتائج هائلة جدا بعروض قوية جدا استحق معاها علي ماهر التجديد. أحمد كشري أنقذ أسوان وقدم عروض نالت تقدير وإعجاب الكل بالحياة بالمستوى العالي اللي قدمته أسوان السنة دي. امبارح ترك المهمة علشان ينتقل إلى المقصة عشان يقود المقصة فريق أكبر بطموحات جديدة، وبيشكر مسؤولي أسوان على الفترة اللي قضاها معاهم، وأسوان تعاقد مع الكابتن سامي الشيشين. كابتن أحمد سامي، أحمد سامي مسك سموحة وموقفه مهزوز ومتخوف جدا المهندس فرج عامر، حاليا أحد فرق المقدمة وكان بينافس مع عماد النحاس على احتلال المركز الرابع والمشاركة في الكونفدرالية لغاية الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية. كابتن مختار مختار أكبر مدرب الدوري الانتاج الحربي بيجدد عقد الكابتن مختار مختار ثقة منه في العروض القوية والنتائج الجيدة اللي بيقدمها كابتن مختار تقريبا للموسم الثالث أو الرابع على التوالي. حتى هو ما جاء له وقت في سوء بخت وحب أن يعفي الإدارة العليا للإنتاج الحربي من الحرج، وقال أنا عايز أمشي يعني هي. أو ممكن أمشي أو بتقدم، تمسكوا بيه، وده الشيء الصح. أنك أنت لما تقيم الشخص مش بتقيمه على لحظة وظرف، طب بتقيمه على يعني أسباب موضوعية عندك، بتقول الراجل ده كميته ناجحه معاك بيكمل وثبتت صحه هذه الرؤيه وكمل كابتن مختار واستعاد الكثير من بريقه مع الفريق في وخصوصا في الماتشات الاخرانيه عمل نتائج كويسه جدا. اياك ما نكونش ناسيين حد يعني كابتن رضا شحاته في الجونه، رضا شحاته في الجونه يعني بعد بيدرو البرتغالي ما مشي تولى كابتن رضا شحاته المسؤوليه، أنقذ الجونة من الهبوط، حقق نتائج جيدة جدا، قدم عروض جيدة، ليأكد برضه رضا شحاتة إنه واحد من المدربين الموهوبين اللي على الطريق. ومعاه طبعا الكابتن حسام غالي. حسام مدير كورة من الأول مستمر. أقصد أقول إن الجهاز كله بقيادة أهلاوية كاملة. مدرسة الأهلي. صحيح. يعني حتى في الدرجة الثانية، سعدت جدا إن الكابتن علاء إبراهيم الحقيقة قدر ينتشل الشرقية للدخان ويطلعه ويرجعه تاني للممتاز به. والطريف انه لغايه المباراه الاخيره كان على خلاف او على صراع شديد جدا مع صديقه وزميله في الملاعب الكابتن هاني العقبي اللي كان بيدير المصريه للاتصالات، فكانت في منافسه اهلاويه شديده جدا بين هاني العقبي مع المصريه للاتصالات وعلاء ابراهيم في الشرقيه للدخان. قدر علاء ابراهيم يرجع الشرقيه للدخان للممتاز بيه عشان ياكد ابناء مدرسه الاهلي الفنيه تميزهم وللمزيد ان شاء الله من النجاحات. الاهلي الحقيقه بعرقهم استطاعوا ان ينتزعوا الجداره والصداره بعد تجاهل فترات طويله، انما هو ده فعلا العصر الذهبي لابناء الاهلي في التدريب والاداره.